أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي مشاهدي متابعي قناة المدى الفضائية على الود والمحبة، نجدد لقاءنا بكم عبر حلقة جديدة من المدى ستاديوم وعلى الهواء مباشرة. بداية رحبوا معي بضيفي حلقة هذا اليوم، وهما كل من الكابتن هادي مطنش. مساء الخير وأهلا وسهلا بك ضيف عزيز على برنامج المدى ستاديوم. مساء الخير، شكرا جزيلا حقيقة لا برنامج المدى ولا جمهوره ومتابعيه ولا كل العاملين في هذا الحقيقة في هذه القناة. شكرا جزيلا لك. أيضا رحبوا معي بالضيف الآخر الكابتن كريم نافع. مساء الخير وأهلا وسهلا بك ضيف عزيز. مساء الخير دكتور موفق، الشرف بأن أكون بقناة آفاق الفضائية، القناة المثابرة النشطة المدى العفو المثابرة النشطة، عسى وأن نوفق إن شاء الله نوصل صورة جيدة للمشاهد الكريم إن شاء الله. أتشرف بوجودكما معي مشاهدينا الكرام. فاصل ثم نبدأ فقرات البرنامج. أحييكم من جديد. أولى فقرات البرنامج مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة عبر فقرات صورة وخبر. الأوساط الكروية والرياضية تستذكر شيخ المدربين عمو بابا ماركس الإنجازات الذهبية على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية في الذكرى السابعة لرحيله. وزارة الشباب والرياضة تنهي استعداداتها لافتتاح ملعب عفك في محافظة الديوانية الجمعة بمباراة كروية تجمع نجوم الدوري وفريق عفك. قرعة بطولة كأس آسيا للناشئين بكرة القدم تضع العراق في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وعمان وماليزيا. إدارة نادي أربيل تنفي فتح باب التفاوض مع أي مدرب لتولي مهمة تدريب فريقها الكروي. إدارة نادي الشرطة تنتدب محامي مختص بشؤون القضايا الرياضية لتمثيلها في قضية اللاعب البرتغالي توماس لوبو. افتتاح بطولة آسيا للشطرنج في العاصمة الأوزبكية طاشقند بمشاركة العراق ونخبة من لاعبي القارة الصفراء. المنتخب الوطني لتجديف فولكوناي يصل للعاصمة الإيرانية طهران تحضيرا للمشاركة في بطولة آسيا. المظلي شاكر الساعدي يحرز أول وسام ذهبي في تاريخ العراق بفعالية القفز الحر ضمن منافسات بطولة أندونيسيا الدولية. وأخيرا المنتخب الوطني لسباحة المعاقين يغادر إلى ألمانيا للمشاركة ببطولة العالم التي ستقام هناك مطلع الشهر المقبل. أيضا هذا اليوم استطلعنا رأي مدرب منتخب الناشئين قحطان شتير بشأن قرعة تصفيات قرعة آسيا، لذلك أدلى برأي إن شاء الله سنشاهده عبر هذا التصريح. فرق يعني كلها تستعد بقوة، وماكو فريق ضعيف وفريق قوي، هي 16 فريق، أغلب الفرق يعني حاصلة على البطولة، حتى يمكن تايلاند حاصل على بطولة الناشئين، قبل كان عمان السعودية فرق أيضا قوية. احنا اليوم كوريا من الفرق القوية، وعمان أيضا من الفرق اللي عندها يعني باع طويل بالفئات العمرية، وماليزيا فريق حقيقة يعني بدأ يتطور، لكن احنا إن شاء الله على ضوء البرنامج اللي وضعناه للاتحاد والمعسكرات اللي راح تكون، واللاعب العراقي إن شاء الله لاعب يعني موهوب، نتمنى أن نتوفق بإعداد الفريق والتهيئة الجيدة والمناسبة لدخول اللاعبين للبطولة بنفسية جيدة ويعني بدنيا نفسيا، حتى نكون دائما مركزين على البطولة. هاي نهائيات تختلف عن التصفيات أو بطولات ثانية، لأن هاي بطولات معتمدة رسميا، وإن شاء الله الفريق العراقي يكون رقم صعب بالبطولة. علينا الاستعداد جيدا لمثل هكذا بطولات، وسيبدأ إعدادنا 1/6 إن شاء الله، واحنا يعني فريقنا هو اللي يصعد للتصفيات آسيا، راح نعتمد ان شاء الله اكو معسكرات داخليه وخارجيه ننتظر التصديق عليها من قبل الاتحاد، والاتحاد سوف يوفر لنا معسكر خارجي في ماليزيا اعتقد في الشهر الثامن لوجود بعض الفرق اللي تدخل معسكرات في ماليزيا بعيده عن مجموعتنا، يعني ما نلاقيها مثل السعوديه الامارات. بالتوفيق لمنتخب الناشئين. شكرا لقحطان شتير وغالب عبد الحسين.
يوم الأحد مثل ما تعلمون نهائي كأس العراق بين الغريمين التقليدين القوى الجوية والزوراء. محمد الخفاجي كان إلى هذه القراءة حول هذا الموضوع، تعالوا معي لنتابع. إكلاكية ثاني مرة، إذ يلتقي الغريمان التقليديان الزوراء والقوة الجوية مرة أخرى على أديم ملعب الشعب في كلاسيكو من نوع آخر، فالمواجهة ستكون مصيرية، أما أكون أو لا أكون، ويجب أن تنتهي المباراة بفوز أحدهما وخسارة الآخر، فالمنافسة بينهما ستكون على لقب بطولة كأس العراق الذي عاد إلى الخدمة عقب سنوات طويلة من الغياب. النوارس ستسعى إلى إنهاء موسمها بتحقيق ثنائية تاريخية تضاف لثنائيات سابقة تحققت في مواسم عدة، لكنها غابت بفعل غياب بطولة الكأس. ونستطيع القول أن الزورائيين تمتلكهم رغبة عارمة بخطف اللقب الثاني لهم بعد خطفهم للقب الأغلى وتتويجهم كأبطال لدور النخبة قبل أيام عدة. وعلى الجانب الآخر فإن الصقور سيحاولون تعويض ما فاتهم في بطولة الدوري عبر بطولة الكأس، سيما وأنهم تجاوزوا أزمتهم الداخلية وتأهلوا للدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ما يعطيهم دافعا معنويا كبيرا للظفر بلقب محلي وتقاسم كعكة الألقاب مع غريمهم التقليدي لتكون بينهما مناصفة. الجماهير والمتابعون للشأن الكروي يترقبون بشغف كبير لقاء قطبي الكرة العراقية، وعيونهم ترنو صوب اللجنة المنظمة لإخراج هذا العرس الكروي بأبهى صورة، سيما وأنه يحتضن اعتزال نجم من نجوم الكرة العراقية والزورائية تحديدا، المهاجم الهداف هشام محمد. إذن لننتظر مباراة الأحد القادم لنرى من سيحقق مبتغاه ومبتغى جماهيره ومحبيه، وهل سيكون ختام موسمنا الكروي مسكا تنظيميا أم سنقول كلام آخر. أعود إلى ضيفي لنتحدث قليلا عن نهائي الكأس. عندما نقرأ بإيجاز عن الزوراء والقوى الجوية، الزوراء الأحد الماضي توج بلقب النخبة، الجوية قبل يومين فاز وتأهل للدور الربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وأعتقد أن الفريقين يمتلكان دافعا معنويا كبيرا للظفر بهذا اللقب. الزوراء ثنائية والجوية كتعويض عن دور النخبة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني مباراة جد توقيتها خوش توقيت بصراحة، فريقين عريقين، فريقين جماهيريين، كثيرا ما كانت مباراة فيما بينهم تعطي طابع يعني فني جيد، وحقيقة يفوز بالدوري مرات ما يحس طعم الفوز لما يفوز على الغريب، فلهذا أنا أعتقد الزوراء يفكر بالفوز حتى لو أخذ الدوري، والجوية أيضا يفكر الفوز لأنه التعويض إليه. أنا أعتقد المباراة حصلت جوية قوية جدا. أنا لي رأي خاص في هذا الموضوع، أنا أعتقد على مستوى الفردي أكو أفضلية فريق القوة الجوية، لكن في كرة القدم لعبة جماعية تذوب به الفروقات الفردية. أنا أعتقد الزوراء من أوراق ربح جمهوره حقيقة اللي كان رقم 13 أو حتى أكثر من رقمه، إن كان كان مشجع ومحفز لهذا النادي. احنا اللي يهمنا المباراة تظهر بمستوى جيد حتى نطمئن على مستقبل كرتنا كون فريقين يمثلون قمة الكرة العراقية. كابتن كريم، ايضا واحدة من الامور اللي يجب ان نشير اليها انه المباراة عبارة عن ختام بطولة، فراح تشهد ايضا تتويج وتنظيم. بالحقيقة ارحب بكم مجددا، برحب قناة المدى. بالحقيقة الدوري من بدأ استاذ موفق كمجاميع تقريبا كان متضعضع او متفاوت، او يعني من صار دور النخبه اعتقد بين، احنا طبعا مو مستوى الطموح بس بين كفرق افضل من بدايه. نعم. فتوج باللعبات الاخيره والتوج واكيد التوج بافضل فريقين بالموسم، الجويه والزوراء يستاهلون كاس النهائي. فاتمنى مباراه الكاس تكون خاتمه جيده لمعطيات كل المحصله النهائيه اللي قدموها الفرق، واعتقد هم هسه الان بالقمه بعد ما فاز الجويه على الوحدات وبعد ما فاز الزوراء بالدوري، اعتقد عوامل مساعده بنهوض مستواهم، وراح اعتقد يرتقون مستوى يليق بنهائي كاس العراق ويليق بنهائي كفريقين عريقين قدموا الكثير. لاحظ اضافه للطلبه والشرطه، اعتقد هذا الرباعي الكروي العراقي اللي هو اركان الكره العراقيه، فأعتقد راح تصير مباراة جميلة بغض النظر عن كل شيء. أتمنى بس يقل شوية الشد العصبي من المباراة، راح تكون مباراة تنظيميا. جيدة تنظيميا، أتمنى من الاتحاد لحد الآن جيد، لا زال يعني جيد التنظيم نهائي النخبة كان جيد التنظيم بها فوات
أكيد أكيد يعني طبعا. بس ماكو عمل ما يبي هفوات، وكل تعمل تخطئ أكيد. أكيد اللي ما يعمل ما يخطئ. فنتمنى بس قياس الموسم السابقة، هالموسم بصراحة كان أفضل يعني، لذلك نتمنى تتوج الجهود بالنهاية تكون مباراة تليق بالكرة العراقية وتليق بتاريخ الدوري العراقي وتليق بالزوراء والجوية، بعد ما حققوا انتصارين مهمين الزوراء أخذ الدوري، وهذا أكيد إنجاز يعني يحسب للإدارة ويحسب للمدرب، والجوية اللي بصراحة حقق نتيجة طيبة بصراحة مع الفوز على الوحدات، اعتقد راح يعطي فد عامل للامام. نعم. والجويه مقاصر، لكن صارت عندهم بعض الشغلات اعتقدها شغلات اداريه ممكن هم يتلافوها، لا زال فريق صعب الجويه ولا زال فريق عنيد، وممتلك جميع المؤهلات حقيقة، المؤهلات ممكن راح يكون ند قوي للزوراء بالتاكيد، لا هذا شيء مفروغ منه، مفروغ من استاذ موفق، بصراحه ما اعتقد نخمن من يفوز للان، المعطيات بالمباراه راح تقرر من راح يفوز. اتفق معكما في طرحكما. عموما ايضا هذا اليوم اختتمت الدوره التدريبيه اي اللي يعني حضراتكم كنتم مشاركين فيها، الجهد حقيقه يجب الايجابي يجب ان نشير الى مثل ما نشير الى النقاط السلبيه، اللجنه الفنيه في اتحاد الكره حقيقه شيء محسوب لها يعني خلال المده القليله الماضيه اقامتها لدورات عده سواء سي او بي او اي، يعني خلال مده وجيزه اعتقد دوره تدريبيه اي وهذه الثانيه، لذلك ايضا رئيس اللجنه الفنيه في اتحاد الكره مالح مهدي كان الى هذا التصريح، تعالوا معي لنتابع. الدوره ايضا من منهاج اللجنه الفنيه خلال 2016، اعتقد هي الدوره الثالثه اللي تقام خلال هذه السنه، دوره باربيل، دوره ببغداد، وهذه الدوره الثالثه، إضافة إلى أنه هناك دورات عديدة ستقام خلال هذه السنة سي وبي، لكن أنا ضمن منهاجنا وضمن طموحنا أنه خلال الموسم القادم خلال 2017 نعمل على، من الآن بدأنا على العمل مع اتصالاتنا مع الاتحاد الآسيوي على العمل أنه تكون دورة سي ضمن دورة البروفيشنال ضمن منهاج 2017، ليكون مدربينا اللي يعملون ضمن المنتخبات الوطنية مؤهلين وحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي بالعمل ضمن هذه المنتخبات. الدورة التدريبية أي هي جزء من محور حديثي مع الضيفين، لكنه حقيقة دعونا نتابع بعض الأمور اللي متعلقة بهذه الدورة عبر فقرات إلى من يهمه الأمر والكارتات الثلاثة، نبدأها أولا بفقرة إلى من يهمه الأمر. أوجه رسالة إلى كل المعنيين والمسؤولين على إقامة هذه الدورة، نتقدم لهم بجزيل الشكر والاحترام، حقيقة أضافت لنا الكثير، ونتمنى من إخواني أن يعني تستمر هذه الدورات، لأن هي الهدف منها هي رفع الجانب الفني والجانب كذلك الإداري لإخواننا المدربين. مثل ما تعلمون أنه نبدأ بالكارت الأحمر، لكنه صاحب الكارت الأحمر هذا اليوم جالس أمامي اللي هو الكابتن هادي مطنش، راح نترك الكارت هذا عند الحديث إن شاء الله نتكلم به، لأنه أشرت إلى نقطة مهمة جدا حقيقة من أجل تطوير هذه الدورات أيضا راح نشير لها، لذلك تعالوا معي الآن لنشاهد الكارت الأصفر. الكارت الاصفر نوجه لاداره الانديه، انديه النخبه وانديه الدرجه الاولى، كون العراق سابقا دورات تدريبيه معدومه موجوده، الان بدات دورات تدريبيه وجيوش من المدربين تخرجوا، احنا ما نقول الكل يعني هم بالسايلاند يعني وضعهم جيد جدا في يعني، بس كل مجموعه يعني الدورات اللي قامت هنا في بغداد وقامت في اربيل وقامت في جميع محافظات العراق، فعلى الادارات وتعرفون المدربين الاغلبيه لاعبين منتخبات وشباب، فعلى اداره الانديه ان تراعي هذا الموقف، لان المدرب من يتخرج يعتني بالمدربين الشباب لتطوير كره القدم العراقيه. من الكارت الأصفر إلى الكارت الأبيض. كارت أبيض أوجه للمحاضر الآسيوي فجر إبراهيم، أكيد كان يعني
معلوماته جدا جدا راقيه وبنفس الوقت مهمه، ووصلت لنا بكل سهوله. يعني هذا يعني موقف مشكور عليه الاتحاد. كل ما يتعلق بالدورة التدريبية أي وبعض الأمور اللي الآن دا نشاهدها ونسمع عنها في الوسط الرياضي نستمع لها ونشاهدها عبر تقرير هشام علي. جهود حثيثة يبذلها القائمون على الرياضة العراقية رغم الصعوبات التي نقرها جميعا وفي جوانب عدة، لكن هذا لن يمنعنا من الإشارة لكل شاردة وواردة في وسطنا الرياضي بالإيجاب أو السلب سعيا للأفضل. وإذا ما لخصنا هذه الجهود فيمكننا الإشارة أولا إلى ما قامت به اللجنة الفنية لاتحاد الكرة ونجاحها في تنظيم الدورات التدريبية التي غابت عن مشهدنا الكروي منذ سنين عدة، ولعل تنظيمها لأكثر من مرة في العام الحالي هو نجاح بحد ذاته، وآخرها إقامة الدورة التدريبية لفئة أي التي اختتمت هذا اليوم، ما يعني أن أكثر من 20 مدربا سيحملون هذه الشهادة يضافون لآخرين سبقوهم. إلا أننا في الوقت نفسه نتساءل وماذا بعد هذه الدورة، وهو الأهم، كيف سيطبق هؤلاء المدربون العلوم التدريبية التي نهلوا منها في هذه الدورة التدريبية؟ أما وزارة الشباب والرياضة الراعي الأكبر للرياضة العراقية فهي الأخرى كان لها جهود كبيرة في عودة الكرة المستديرة إلى الواجهة، إذ تسعى لرفع الحظر على ملاعبنا سيما وإنها تحث الخطى لإنجاز ملاعب ومنشآت رياضية على قدر الممكن في ظل الأزمة المالية للبلد بأكمله، ويوم غد سيضاف ملعب آخر لملاعب العراق، إذ ننتظر افتتاح ملعب عفك في الديوانية ليدخل في الخدمة الفعلية للرياضة العراقية. وربما كل هذه العوامل هي كفيلة بأن نشهد منتخبات وطنية بحلة جديدة في الأعوام القريبة القادمة. أما في المرحلة الحالية فالبدائل ربما ستكون صعبة، لا سيما على مدرب أسود الرافدين راضي شنيشل الذي يسعى لترسيخ مبدأ الفصل بين لاعبي الأولمبي والوطني اللذين ينتظرهما محفلان كبيران، وهذا ما يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل: هل سينجح راضي شنيشل فعلا بالاستغناء عن لاعبين الأولمبي على اعتبار أن مبارياتهما قريبتان من بعضهما؟ وهل سيكون الاعتماد على المغتربين واللاعبين قليلي الخبرة دور يعوض لاعبي الأولمبي، أم سيرضخ شنيشل للواقع وسيستعين كما فعل المدربون الذين سبقوه بالموجود؟ وإذا ما استعان كيف سيكون إعداد المنتخبين في ظل اختلاط اللاعبين بينهما؟ لبرنامج المدى ستاديوم، هشام علي. إذن أمور عدة هي محور الحديث مع ضيفي حلقة هذا اليوم، نبدأها من ختام الدورة التدريبية أي. أسأل أولا الفائدة الفنية المتحققة، المعلومات اللي نهلتوا من عندها خلال هذه الدورة، وماذا بعد هذه الدورة؟ أشياء مطلوبة حقيقة بعد هذه الدورة. الدورة السابقة الآن تعاني نفس المعاناة. تفضل كابتن هادي. والله دكتور، هي الدورة حقيقة كانت مكثفة ومفيدة وبها أمور علمية وتنظيمية جيدة جدا. أنا أعتقد تدري إحنا حتى نتكلم بصراحة، هي المدرب الدورة ما تسوي مدرب حقيقة، لأن المدرب مقومات كثيرة من ضمنها الدورة. والدليل أنه المشاركين بها مدربين على مستوى عالي. نعم. ولكن هي تعزز معلوماتك، تضيف لك معلومات، وأهم شيء أنا شفته بالدورة أنه تنظم عملك، وهذا ما نفتقده إحنا كمدربين. إحنا تدري ابتعدنا عن تطور كرة القدم بسبب ظروفنا اللي معروفة للجميع. الآن دائب الاتحاد إلى حقيقة الحصول على الدورات، وإحنا حقيقة دخلنا بشغف لهذه الدورات. قسم يعني خلينا نقول معظم يدخل في سبيل حصول على الشهادة لغرض الشهادة. أنا أعتقد هاي مو صحيحة. يجب أن ندخل الدورة في سبيل نتعلم نستفيد قبل أن نأخذ الشهادة، لأن الشهادة يعني أنا أعتقد يعني مثل الساعة، شيء معزز لعملك بالضبط. يعني طور عملك، تثقيف من جانب آخر. بالضبط. حقيقة كان العمل بها مكثف طيلة هذا الشهر، وأكو فوائد حقيقة كثيرة. احنا شخصيا يعني تعرف اشتغلنا على مدى سنين. نعم. كنا نعمل يعني لعبنا على مستوى مع مدربين أجانب وتفوقنا عليهم بخبرتنا. نعم. لكن الآن لازلنا نعتقد أنه العلم هو المسير الحياة، والعلم يعني مهم جدا. احنا نفتقد حتى الدكتورة يمكن شاطرنا يعني على مستوى الإدارات تنظيم. بالضبط. احنا المدربين الآن يجب أن ننظم عملنا. هذا اعتقد لي انا اعتقد اللي حصلته بالدرجة ولا من الدورة، أنه كيف تنظم عملك
وكيف توزع الأحمال التدريبية، لأن هذا مهم جدا، لأن أصبحت الآن كرة القدم يعني تعتمد على السرعة والمسافات الضيقة. علم قائم بذاته. أصبح علم قائم بذاته. أنا أعتقد بس أكون موضوع مهم دكتور حتى نعقب. أنا أعتقد الآن اللي يأخذوا الأي أصبح عددهم كثير جدا. جدا. المدربين اللي يعملون الآن بالاتحاد لا جو يعني بالمنتخبات أو بالدوري 10 مدربين. أنا أعتقد راح يزيد نسبة المدربين اللي يأخذون أي، لكنه عاطل على هذا. هذا اللي قصدته بماذا بعد؟ ومحور سؤالك الثاني، أنا أعتقد الحين بدينا الآن من حيث يعني انتهينا. الآن بدينا الآن يعني. نعم. المدرب اللي ما يعمل أنا أعتقد يعني موضوع شهادته والتعب هذا ما راح يخدم. المدرب يجب أن يعمل. وأنا أعتقد يجب أن تصير دراسة للمدربين، يعني مو أي واحد يقدر يدخل يأخذ الشهادة. أعتقد أكو أسماء لا زال عليها شك وعليها علامات استفهام داخل الدورة. يعني اكو ناس مختصين بالحاسبه، مختصين بالامور الاداريه، ما بيشتغلون بالتدريب، تلقاه داخل دوره اي. نعم. انا اعتقد ما يستفيد من عندها. نعم. اخذ فرصه غيره. انا اعتقد لو يصير يعني اختيار لعناصر معينه مدربين كبوين، اختيار الصفوه بضبط. لانه يعني العدد على حساب النوع هذا صعب جدا. صحيح. سيخلق مشكله حتى لاتحاد الكره. يعني من جانب يقال انه مدربي حاصلين على شهادة أي عدد كبير، يعني الدورة الماضية كان تقريبا 28 مدرب، هذه الدورة 20-48 حاصلين على شهادة أي خلال هذه المدة الوجيزة، فضلا عن مدربين آخرين حصلوا على شهادات أي من خارج البلد، من خارج البلد اللي في قطر، اللي في الأردن، اللي في لبنان، اللي في سوريا. بالشمال صار الدورة. بالشمال أيضا أكو دورة أيضا نسيتها هذه. نعم. أيضا 20 مدرب. رغم يمكن ما كملت هي عن نصف وبعدين راح يكملوها. لا أنا أعتقد أن أنجزت الجزء الثاني أنجز. لا أنجز عموما. هذا أيضا سيضع اتحاد الكرة في حرج من ناحية التسمية، على الرغم من وجود عدد من المدربين عاملين الان بالمنتخبات. شيء بسيط على المعلومه دكتور، انت رحت شاطن قسم من اخوتنا المدربين راح يستخدم هذه الشهاده ورقه ضغط على الاتحاد. نعم. ورقه ضغط حتى على الانديه. هذا الحرجان اللي قصدته. انا اعتقد هذا الموضوع راح الاتحاد اكثر شيء راح يعالج به. نعم كابتن كريم. نعم بالحقيقه الاتحاد اذا تقيسه من هذا المنظار مال حرج ما حرج ما عنده هاي الشغله الاتحاد. نكون واقعيين حتى. نعم. نكون واقعيين. انا اتكلم واني اتكلم يعني افرح من نتكلم واقعيين. اتكلم واقعي وخلي الاتحاد يسمعني ويسمع الاخوان المدربين. نحن بالتسميه المدربين تخضع للعلاقات وتخضع للمجاملات وتخضع من زمان. نعم. وليس الان. الان تفشت تعرف الوضع العام بالبلد، الوضع السياسي والوضع الاجتماعي والاخلاقي، هي منظومه كامله، هي ما موجود في السياسه ينعكس على كل المفاصل ومن ضمنها مفصل الرياضه. بالضبط. فهذه المتغيرات الدكتور فالقت بظلالها اغلبها السلبيه حتى على الجانب الرياضي. فحتى نكون واقعيين بعض الاعضاء الاتحاد او بصوره عامه الاتحاد ايضا ينحرجون مثل ما تصير باقي المجالات. لذلك احنا هسه تقول نعاني من هاي المشكله، لا اعتقد اني برايي اذا كل ما زاد المدربين مو مشكله، بالعكس احنا عندنا يعني لاعبين هواي، مواهب هواي، احنا لو وزعوهم بصوره صحيحه لا يمكن ما يكفون قياسا للمواهب اللي عندنا ما يكفون. وهذا اعتقد على ما صح، كل ما زادت الشهادات على ما صح، بس يجب الانتقاء. احنا نكون متفقين يعني لازم انتقاء، لان انت مو اي طالب ولا كاي مدرب ولا كاي مدير فريق هو بالقمه. فتبقى على موضوعنا مال التواصل، التواصل من زمان يصير عندنا قطع يعني بالشغله. نعم. يعني ياخذ شهاده وشوفه يركن لظروف خارج عن ارادته، يعني الظروف تدري ظروف العلاقات موجوده بالنوادي، هاي خلي يتحملها الادارات. احنا مو كل ندب على الاتحاد، الادارات من سمي مدرب او سمي كادر يعني من الاول الى الرديف الى الشباب الى الناشئين الى شباب البراعم. نعم. وانت نازل يعني كل فريق المفروض تعرف شلون تقسم المدربين، وليس للعلاقات يا ناس، مو لازم يخلون مدربين اللي ياخذ شهاده يقعد. نعم. والما عنده العده علاقات يشتغل والما عنده شهاده. لذلك هاي الهفوات وهاي التفاوت هو طبعا اكيد سلبي بصوره عامه للكره العراقيه في مجملها، لكن بس انا اقول علامه صح الشهايد، علامه صح خصوصا اني عفوا يعني اتفق معك، لكنه ايضا اضيف اعقب على مساله مهمه جدا، انه الاتحاد الاسيوي ايضا من ضمن الشروط اللي وضعها هي يجب ان يكون المدرب حاصل على شهادة. اي على اقل تقدير ليقول يعني انه هذا مدرب يصلح لتدريب المساعد نادي. لازم بي يعني بالضبط. هاي العام صارت بينا احنا استاذ. نعم. يعني من رحنا نادي الشرطه القطر. نعم. يعني انا كنت عندي بي يعني
وصارت الإشكالات ويا الأستاذ محمد يوسف، يعني صار لأنه هو شهرته من أفريقيا من الآسيا، وبعدين ونحرم قعدوا على المدرج يعني هاي الرتم مال الاتحاد الآسيوي. أما إحنا موضوعنا في الشهادة مهمة والعلم مهم، كرة القدم أصبحت علم وتطور وبحث وعمل بصراحة، يعني مثل ما طرق كابتن هادي إحنا بصراحة تفاجأنا بالدورة شنو يعني مكثفة بشكل مو طبيعي. يعني إحنا أول أسبوع يمكن من 6 الصبح ل3 العصر بس استثناء ساعة راحة، بس معلومات غنية. وأنا من هالمبدأ من قناتكم الموقرة حي الكابتن فجر إبراهيم المحاضر السوري الآسيوي اللي بدأ الجهود يعني مشكور عليها بصراحة، وصل لنا معلومة وصل لنا معلومات إحنا غافل علينا أكيد ما العلم أنتم عاملين في أندية. نعم بس هم حقنا شون دكتور. نعم. إحنا يعني العراق بصورة عامة يعني صار عندنا تفاوت ويا العالم يعني. نعم. مثل ما يقول قطيعة صارت، فهم حقنا يعني منين نشارك. فهو من كسب من جاب لنا هاي المعلومات، بس المشكلة شون وصلها بصورة كأنه مدرب صار يعني حوالي 5 سنين مو صار شهر، وصلها بصورة محترمة بصورة سلسة بحيث احنا تقبلناها رغم الجهد اللي علينا، تعرف عملي ونظري زائدا طب رياضي وغذائي ونفسي وتحكيمي يعني كلها كل وصلناها بصورة. نعم. يعني اعتقد بذل جهود استثنائية استاذ فجر، وانا احييه وانا وكابتن هادم تحياتنا إلى نشكر على المعلومات اللي اغنانا بها بصراحة، وهي اعتقد او المفروض نسويها ورقة عمل انه اذا كان الوضع العام بالضبط. وواحدة من الامور اللي طرحت حقيقة يعني تحدثوا بها الاخوان المشاركين انه المحاضر كان واقعي جدا بحيث يعني المفردات الأساسية للدورة تجاوزها أعطاها وتجاوزها إلى مناقشة أمور تحدث داخل الملعب تكتيكيا إداريا كلها أغنوا بها الدورة من ناحية. من ناحية ثانية كل عمل مثال ما قال كابتن كريم لا يخلو من بعض الهنات وبعض الأمور اللي يجب الإشارة إليها. هو الميزة حقيقة من هذا الرجل أكو ميزة تختلف عن المحاضرة الأخرى، هو مدرب كرة قدم. لهذا كان يعني دوره بالعملي كان كلش مؤثر جيد. نعم. لأنه عايش اللعبة يعني كمدرب. نعم. أكو محاضرين يعني ما عمل بالتدريب. نعم. لهذا ممكن واقعي واقعية جت ليش؟ لأنه هو الآن مدرب منتخب سوريا. نعم. والآن حاليا مدرب منتخب سوريا، سبق أن صعد في 2007 سوريا إلى أم آسيا الآن أهلهم للمرحلة أهلهم حاسم. نعم. إذن هو يعني بالعملي حقيقة أنا أعتقد فائدته كانت أنا برأيي كانت أكبر لأنه واقعي وعايش اللعبة. نعم. واحدة من الهنات اللي أشرت إلها يمكن حضرتك بالكارت الأحمر حقيقة اللي شاهدناه، احنا شاهدنا مو المشاهد شاهده، هي مسألة الكرات اللي استخدمتوها داخل الدورة ومسألة وجود قاعة مخصصة لراحة المشاركين ويعني تناول الطعام سواء في فترة الساعة أو الفترة الصباحية. نعم هو حقيقة احنا من الأمور اللي أول شغلة احنا يجب أن يحسب لها حساب نشير يعني لها حتى يحسب لها حساب في قادم الدورات. قد احنا أول أسبوعين من الدورة الجهاز يعني ما كان يشتغل لينقل لنا على الشاشة نشوف، كان كلش صعب. بعدين اجى رئيس الفنيه واشتكينا له اصلح الجهاز. اعتقد المؤاخذ حتى نكون منطقيين المؤاخذ الاخر تدري يعني احنا صعب يعني لاعبين دوليين ومدربين منتخبات نجلس على الارض حتى ناكل بطريقه غريبه يعني ما يعني متنا مع الثقافه يعني ما نقدر نسوي قاعه بها ميز طعام ويعني بشكل اصولي. صحيح. اثنين الكرات حقيقه ما كانت مستوى الدورات، يعني انت جاي مسوي دوره ببلدك ما تعرف هي كرات 30 كره زينه مثلا او حتى الليقات التدريب حقيقة ما كانت بالمستوى المطلوب، علما انه الاداريين حتى نكون منطقيين عملوا بشكل يعني يستحقون. نعم. يستحقون التقدير يعني. نعم. من الصبح للمساء معانا وجهد استثنائي، لكن تدري هاي امكانياتهم يجب انا اعتقد هي الاخطاء مثل ما تفضلت يجب ان نستفيد منها وما يكون سال ما يخطا وعلينا نتعلم. يعني احنا من قدرنا على هذا الجهاز صلحوه يعني خلال يوم تصلح لانه شيء ضروري جدا وواحده من الضروريات ايضا يمكن كابتن كريم والبعض عانى من عندها هي استخدام الحاسوب الشخصي. هذه واحده من الامور اللي حقيقه احنا شخصناها بالدوره السابقه، بعض المشاركين لا يتقنون استخدام هذا الجهاز واللي هو صله التواصل مع العالم الاخر. صحيح دكتور، مثل انتم الاعلاميين. نعم. بعض الصحفيين مع كل احترام راحوا وفود. نعم. ما عرفوا يستخدموها وفشلوا حقيقه في ايصال رساله اعلاميه. يعني ممكن هاي تصير. يعني احنا شو نقول بالمشاركات وبال يعني التطور الحاصل المفروض احنا نساير العالم. احنا عندنا يعني صدق هسه مثل ما قال هذه شغله تخجل مال الكرات. يعني احنا ما اقدر احكيها يعني كرات كانت كل سيئه. نعم. هو يعني باوع عليها الرجل هو، بس هو
يحتوي بصراحه يعني محاضر ذكي جدا استاذ المفضل. يعني انا شفت يعني اول شيء هو درب تهوك يعني عايش بالاجواء العراقيه ودرب سوريا يقول احنا وياكم احنا هاي من يعني الايجابيات اللي حقيقه يعني خدمتكم في الدوره اكيد خدمتنا وكان حريص جدا بشكل اضافه لا احنا بصراحه التزمنا التزام طبعا كنا مدربين لازم غير كنا مدرب اكيد اكيد يعني هو حتى ناقل للاتحاد بان احنا التزامنا كان يعني فوق العاده وهذا ما صار باستثناء يعني كابتن ماهر عقله توفت والدته يمكن يوم بس يوم والباقي يعني لغياب لتاخير يعني كنا رغم الوقت الكثير اللي بذلناه ورغم الجهد تعرف احنا قياسا تاركين الكتاب والقراءة من زمان يعني صار علينا جهد بس شفناه لان هو حريص نموذجي بصراحه حثكم على شيء وبعدين الدكتور كان معلوماته بصراحه يعني غنيه جدا يعني 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 تفيدك على مستوى 5 سنوات يعني كسبنا شغلات بكرة القدم تدرك بحر كرة القدم صحيح. بها أسرار كثيرة الوصل لها أستاذ فجر يعني أعتقد تفيدنا وتفيد أعتقد ورقة عمل نقدر نمشي عليها وتفيد حتى الأجيال الباقية وأتمنى من الاتحاد تبقى هاي الدورات دكتور مو مشكلة تنساعد قل لي خلي يصير مشاركات هواي خلي يأخذون شهادات هواي بس بعدين تنتقي بين الزين بالضبط. صح ولا لا بالضبط. مو مشكلة يعني مثل القنوات الإعلامية ستم عندكم قبل السقوط كانت قناتين أو 3 قنوات صح هسه هالقنوات وهاي صحف الجرائد ايش قد انت ما تقدر يوميا يمكن انا لكن انت تتابع صفوه ممكن صفوه تمام لو لا يوميا على وفق قناعاتك طبعا تقريبا تعلامي تقريبا بال 70 80 صفحه يوميا قبل كانت 3 جرائد الثوره والجمهوريه هسه اختلفت فتنتقي يعني مو خوب كل اقراها ونفس الشيء القنوات فاقول البشر كل ما تتسع دائرة الإعلام والمعرفة أفضل بعد اللي انتقى يصير أفضل بالضبط يعني ما دمنا نتحدث عن الدورة التدريبية أي اللي اختتمت هذا اليوم نخرج باستطلاع لبعض المشاركين وأيضا لمحاضر الدورة فجر إبراهيم تعالوا معي لنتابع اليوم ختام الدورة الحمد لله كان ختام مسك خلصنا الامتحانات العملية والنظرية التطور كان ملحوظ بالدارسين وهذا شيء مهم جدا لتطوير كرة القدم العراقية إن شاء الله للمستقبل يعني مثل ما حكيت اليوم بالختام أنه اليوم بدأ العمل خلصت الدورة لكن اليوم بدأ العمل إن شاء الله بالمستقبل نشوف يعني منتجات هذه الدورة على الأندية العراقية وعلى اللاعبين العراقيين لأنه الدارسين والمدربين على سوية جيدة بالإضافة للكم الهائل من المعلومات اللي ممكن تحطون على السكة الصحيحة لكرة قدم صحيحة الدورة التدريبية أي هذه كانت مفيدة جدا حقيقة المحاضر الموجود الكابتن فجر واحد من المحاضرين المتمكنين رغم أنه هو مدرب أيضا أعتقد من المدربين المتمكنين أيضا بعد ما شفناه ما اختلطنا به وشفنا ما يحمله من خزين ومن إمكانيات جيدة في مجال المحاضرات وفي مجال التدريب أيضا وحقيقة هي السمة البارزة لهذا المحاضر وربط ما بين العمل كمدرب وما بين العمل كمحاضر وأصبح يعمل أنه يحاول يهيئ مدربين يعطيك فكر كيف تكون مدربا وليس كيف تكون طالبا أو قارئا للمعلومات ماكو دورة تدريبية تخلى من الإيجابيات احنا بحاجة إلى هاي الدورات كما تعلم العراق صار لفترة طويلة ما عنده دورات إلى أن اللجنة الفنية مشكورة بالاتحاد المركزي لكرة القدم أكثر من دورة تدريبية صارت بالعراق خلال فترة وجيزة حقيقة المحاضرين اللي يتعاقبوا على الدورات هاي كلهم ناس صاحبين علمية وممتازين بس أنا أقول هذا الرجل الأستاذ فجر إبراهيم متميز جدا بفلسفته البسيطة وبعلميته حتى هاي شيء للأمانة وأنا مسؤول على كلامه إذن اتفقت الآراء على يعني تميز المحاضر الآسيوي فجر إبراهيم الجميع أشاد به وأيضا نوجه له تحياتنا حقيقة على الجهود اللي بذلها على صبره لأنه هو عايش الواقع اللي إحنا نعيشه حقيقة لذلك كان علامة إيجاب بإسناد مسألة المحاضر الآسيوي لهذا الشخص عموما من الأمور اللي أيضا نحب نناقشها في حديثنا هذا اليوم يوم غد إن شاء الله افتتاح واحد من الملاعب الثانوية اللي من الممكن أن يخدم الرياضة العراقية اللي هو ملعب عفك ملعب عفك هذا ملعب يتسع ل 5000 متفرج في محافظة الديوانية اللي حقيقة ما تمتلك ملعب بميزات مثل ميزات هذا الملعب على الرغم من أنه ملعب ذو عشب اصطناعي والله دكتور هاي حقيقة فرحنا احنا ترى محتاجين لهذه البنى التحتية
احنا هذا يفرحنا ونتمنى في كل المحافظات تفتح ملاعب، لانه اللي يطور كرة القدم هي الملاعب والارضيات. حقيقة هاي خطوة للامام، وراح تدفع باللاعبين محافظة الديوانية حقيقة بممارسة اللعبة بشكل، وعن تدري لاعبين المنطقة الجنوبية والفرات الاوسط حقيقة لاعبين ممتازين ومتميزين، ممتازة، يحتاجون الى 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 بنى تحتية، يحتاجون الى ملاعب الارضيات. انا اعتقد هذا الخبر يفرحنا كمدربين، واعتقد يفرح كل الوسط الرياضي. احنا محتاجين الى مزيد الملاعب، لانه احنا تاخرنا على هذا المستوى حقيقه، يعني تاخرنا عن حتى دول الخليج، يعني ما يدروا على العالم. لكن بهذه الخطوات هذا الرغم من بطئها، لكنه احنا نقول علامه صح نحو الامام، نتمنى ان تستمر. نتمنى ايضا دوري الدرجه الاولى على الابواب، وناديين من الديوانيه مشاركين، يمكن هذا الملعب سيكون عامل ايجاب يعني لهذين الفريقين من ناحية. من ناحية ثانية الملعب ليس ملعب كرة قدم فقط، إنما ملعب تنس ومضمار للساحة وميدان، يعني يخدم عموم الرياضة في المحافظة. الحقيقة ممتاز دكتور، يعني بلا شك يعني عمل رائع، يعني حسب أكيد لوزارة الشباب تمام، يعني وإحنا في طور، يعني هاي ظهور المواهب في طور نبني ملاعب. أعتقد احنا عانينا من هذا الامر هواية، حكينا به، يعني ايش قد كلف ما كلف، يعني قياسا للتبذير اللي يروح طبعًا من امنا طبعًا. فهذا الانجاز اعتقد في عهد وزير الشباب الحالي، احنا نحيي من هالمكان. فاكيد يعني المحافظات مظلومه من زمان، هو بغداد قال لي بملاعب، فكيف المحافظات؟ نعم. فهذا انجاز يحسب للوزاره ويحسب للمحافظه، واكيد نتمنى يستغلوه بالاستغلال الامثل. نتمنى بعد شلون هسه احنا قلنا الدوره، شو وقت انتهى من انتهى العمل من الدوره؟ بدا العمل الان. الآن العمل الحقيقي على أرض الواقع متمام مثل ما قال المحاضر. نعم. فإحنا خلصنا الدورة، لا نبدأ عمل هسه، هم خلص الملعب ورحين ورا الملعب، شو راح يصير دكتور؟ أتمنى ما يصير كيفية يعني إدارة هذا المرفق والمحافظة عليه، مو يا هل يجي هذا من فلان حزب ذاك من فلان تيار ويطب والملعب هاي ما ترى، ما المفروض أكو يعني فد برنامج خلينا نقول صارم، لان هذا ملعب بالضبط لازم يعني لازم اشياء مو واساسيات يعني نسير عليها بحيث لا تخدم هذا الطرف ولا ذاك، يبقى ملعب محافظ للمباراه الرسميه والفرق الدوري الممتاز والدرجه الاولى. اما اذا الاهلي يجي طبي هم يقاوم سنه يوقع الملعب زين، وبعد اللي دامه راح يصير مول بالبال. نشكو من خلل في هذا هنا الموضوع. انا ليش اقول لك احنا شيد ملاعب، بس بعت استاذ احنا سعدنا ملعب في مدينه الصدر بال 5000 متفرج. نعم. يعني ملعب كان مواصفات، مدرج محترم، ارضيه محترمه، هسه الارضيه ما يلعب عليها كره قدم. صحيح. لان الاهلي يجي يدخل ما ترى، ما يعني احنا ما عندنا هاي الثقافه للاسف، يعني ثقافه هو صار ملعب منتهت، مو هذه الرياضه دامه يا اخي، هو الملعب هم ليش العالم يخليك ملعب، ملعب تدريب وملعب ثاني تدريب. صحيح. احنا ملعب هو تدريب، هو لعبات، هو تدريب عسكري، هو مهبط للطائرات، مهبط للطائرات قوات خاصه، هو تدريب بالبساطيل، هو انا كيتش بالعالم. نعم. كله طبعا لو القى ملعب ما يصير، زاد الخدمه الادامه ضعيفه، فاكيد راح ينتهي الملعب. نعم. احنا لازم المفروض عندنا تصير ثقافه المحافظه على الملاعب والمحافظه على اداره المنشآت المفروض نحافظ على المنشآت. تفضل. ولو هذا الكلام قد يكون بخطر خطورة عليه، لكن لازم نتكلم، لأنه احنا دورنا أنه نتكلم في هالموضوع. أنا أمنيتي حقيقة أتمنى أنه الأحزاب ما تتدخل بالرياضة وخاصة كرة القدم، لأنه الآن كلام رياضة، دكتور موفق، دكتور موفق التخصص بالعمل مهم جدا. نعم. يعني أنا السيد سيد والشيخ شيخ واللي يصلي بصلاته، أنا كلهم كل واحد باختصاصه. الآن الرياضة علم، أصبحت مو أي واحد يجي يتدخل بالرياضة. الآن لا أخفي عليك سر، لا زالت الاختراقات موجودة على الاتحاد بكثرة. نعم. لا زالت الاختراقات على الأندية، وحقيقة يعني أنا واحد من الناس. نعم. دكتور أنا واحد من الناس، يعني جتني أكثر من نادي مقبل تعمل حفاظا على نفسي حقيقة وحفاظا على كرامتي، لأنه هذا العمل الحقيقة بيلخبط وما يخدم كرة القدم. نعم. نتمنى من هذا الموقع أنه يسمعونا الإخوان وكل من في مجال العمل يتركون الرياضة، لأن الرياضة علم، ما يصير يجيك واحد ما يعرف بالرياضة يدخل بالرياضة. حتى على مستوى إدارات الأندية الآن، يعني ما يصير دكتور، يعني انت من تجي مثلا تخلي بالاتحاد اعضاء الاتحاد، انا اعتقد يعني المفروض يكون مستواهم على الاقل اعلى من الناس اللي يعني ما معقوله اللي هم فوق مستواهم ضحل، او بالادارات نلقى ناس مستوى ضعيف. لا. انا اعتقد حتى نخدم كره القدم نجعل لكل شخص اختصاصه والاختصاص مهم، وبالتالي احنا قلت لك لا زال اكرر طلبي على الاحزاب ان يتركوا الرياضه لاهل الرياضه. نعم. أنا حقيقة وأثناء حديثنا أكو تعليقات وأكو رسائل، لكنه واحدة من الرسائل حقيقة اللي جذبت انتباهي
رسالة بعيدة عن الموضوع، لكنه الشخص اللي أرسلها اللي هو الأخ قيس أشار إلى موضوع مهم إن شاء الله. أخ قيس سنتناول هذا الموضوع فيما يتعلق بمسألة وفد المنتخب الأولمبي الذي سيعسكر في إسبانيا والسويد. يشير إلى أنه الوفد يصل قوامه إلى أكثر من 50 شخص لمدة 50 يوم. هذا يكلف ميزانية هو كاتب كلام حقيقة أنا يعني لأنه ضيق الوقت. الفكرة أو فكرة الرسالة أو موضوع الرسالة يقول أنه يكلف ميزانية الدولة الخاوية مبالغ كبيرة، يجب التحشيد ضد هذا التبذير والإسراف. إن شاء الله أخي العزيز قيس سنتناول هذا الموضوع إن شاء الله الأسبوع المقبل و يعني نعرف تفاصيله أكثر. عموما أني يعني هذه واحدة من الرسائل اللي جذبت انتباهها. من الرسائل الأخرى فهي تحيات وتعليقات على بعض يعني الكلام اللي قيل. عموما المحور أيضا محور مهم الآن وهو على المشهد الكروي الآن، أحاديث بشأن الأولمبي والوطني، عادة الأسطوانة المشروخة، مسألة نعم عادة حليمة، نعم عادة الأسطوانة المشروخة لتدور مرة أخرى بشأن الفصل بين اللاعبين وأيضا تداخل المسؤوليات ما بين الوطني والأولمبي. الآن الأولمبي سيبدأ إعداده الأول هذا الشهر، والوطني سيبدأ إعداده في 15 من حزيران. رأيكما بهذا الشأن ثم نتجاذب أطراف الحديث. دكتور وهذا الموضوع حقيقة احنا سألها أنا أتكلم بصراحة، سبب النرجسية اللي نمتلكها احنا كمدربين، احنا أنانيين نحب نفسنا كل شوي سبيل ننجح، ما عندنا ما نسحق على الجمهور وعلى العالم. يعني هذا الموضوع أستاذ دكتور يعني راجل احنا العراق القاعدة الكبيرة، يعني معقولة احنا اللي أضع هاي البذرة اللي قال احنا يجب أن نلعب بها 20 لاعب طلت الخمس سنوات هو يتحمل هالمسؤولية. عندنا كثير من اللاعبين يلغون هذا يكون نفس اللاعبين صار لهم حيث يلعبون وبالتالي هالنتيجة. لا مش تفصل انت الآن، يعني الفصل صعب، عدم الفصل صعب، انت دخلت نفسك في مشكلة. يعني احنا قابل مثلا لبنان مع احترامنا للدول او الاردن احنا قاعدة عندنا لاعبين يعني نقدر نسوي اربع منتخبات. دكتور هسه نقدر نسوي اربع منتخبات كانت يعني تصير عندنا يعني واحدة من المنتخبات دكتور اللي يعني شاركنا بها. يعني انا حتى انجح دكتور راح اتمسك باللاعبين مثلا انا بالاولمبي اريد انجح اذا اتمسك بالوطني وبالتالي حتى حقق نجاح. النجاح هو إلي فردي لكن الحساب على حساب عالم. يا أخي هل أنا موجودة يعني وهذا الموضوع علمنا دكتور. يعني أنا أتكلم متعلم يعني العراق ما عندنا خمس منتخبات هسه احنا. جميل أنه حقيقة نقطة مهمة أشار لها كابتن، هي النرجسية اللي يمتلكها كل شخص حقيقة يستلم مسؤولية. نعم كابتن هذا واقع الآن، واقع أستاذ موفق. الآن أنا مثل أحمل كابتن عبد الغني وكابتن راضي هم المهمين، هم على رأس الأجهزة الفنية. نعم. فعليهم أن يكونون بمستوى المسؤولية ونكران الذات يعني ممكن التنازل رغم ما قال جلسة جلسة مع اتحاد الكرة وتبقوا على جميع الأمور، لكن الآن ما أعرف هذا الإشكال ليش رجع مرة أخرى. هسه طرقت مسامعنا بين أكو تقريبا عدم رضا بين اكو يعني مساجلات. نعم. يعني تدري اكيد هو يعني لماذا نتكلم الان إذن بهذا لهذا السبب. احنا شو نقول اذا ماكو تضحيه ونكران ذات تبقى المشاكل العالقه وتبقى مع كل احترامي للكباتن يعني لازم واحد يعني يتنازل، والا ما احنا من نحكي كنا نقول العراق واحنا نحب العراق واحنا العلم العراق واحنا بس من توصل كل واحد يد مصلحته الضيقه لا مشكله. احنا يعني المنتخب انا في رايي المنتخب الوطني الاولويه هو يجي بعد الاولمبي، هذا السياق اللي انا كرايي الشخصي يعني. نعم. المنتخب افضل، كاس العالم افضل من الاولمبياد، مثل الاولمبياد افضل من هيك يعني برايي. فعلى الكابتن هادي وكابتن غني وكابتن راضي جلسه وديه اكثر واقعيه اكثر يعني تنازل ممكن بها في سبيل مصلحه الكل العراقيه، واذا ماكو راح نبقى نعاني واعتقد تتفاقم المشاكل اما الامر الثاني دكتور يعني احنا عندنا قاعدة لاعبين هواية يعني لماذا ألا فلان يعني نبات شو من يحكي مثل فلان مدرب يقول ذاك لاعب كبير وخدمه هواية بس من تجي للصدق يستدي أول واحد. نعم. أنت مو تقول يعني ما بيه بعد جيها أي شباب دلتوا ثقة الآن الدور العراقي برزت به هواية مواهب شفناه الدور هسه الآن. نعم. خصوصا الدور الأخير يعني الدور خصوصا أنه كان قال سأعتمد على لاعبي الدوري الدوري والدوري بصراحة يعني عناصر ما نقدر نعدتهم خاف نقول لك نروج لهم
يعني لاعبين يستحقون تمثيل المنتخب، فقط الثقة، مدرب شجاع يعطيه ثقة راح يبدأ اللاعب. البعض البعض كابتن كريم يمكن تشاطروني الرأي، يقول انه المدة يعني مضغوطة، صعب انه لاعب ما عنده خبرة سيلعب في مباريات، والمدرب يحتاج الى لاعبين متمرسين لكي يتأهلوا على عن مجموعة. دكتور على عين ورأس كلامك، نعم خبرة موجود، بس عندنا هو لاعبين خبرة المنتخب أمازج بيهم، بعدين هسه كرة القدم بقت تعتمد على القوة والسرعة بصراحة، يكون نعم. واقعيين هسه يعني كبار أكو عندك خبرة أكو موجودة، بس لا عندك لاعبين أكو الدوري كرة القدم هسه مثل كثير من اللاعبين الدوري يمكن إحنا نعرف مثله منتخبات منتخب مو شرط، لكنه يعني الآن شو. الآن هم مو ضمن التشكيلة وأثبتوا وجودهم داخل دوري النخبة أو دوري المجموعات. شجاعك مدربين يعطي فرصة للاعبين الشباب، عندنا أفضل مواهب ويمكن يبرز بالضبط، يعني بالضبط. حقيقة هاي يعني. صارت راضي كانت راضي كان راضي يشارك ببطولة حقيقة وطوهي الاتحاد البطولة، أنا نعم. كنت مدرب يعني حقيقة نعم. بعدين راضي ما صارت لعبته قال أنا أريد أرجع للبطولة، يعني رأيدون يقنعوني شلون، قلت لهم يا هو الرجل عنده أولا بطولة نعم. عنده شيء رسمي أنا ما عندي، فإحنا مرات تدي المرونة مطلوبة، أنا أعتقد الشخصيتين ممرنين ولهذا راح يصير التفاهم صعب، أنا أعتقد من الناحية النفسية أحل الشخصيتين أنا مو مرنين، انا اعرفهم كاشخاص مو مرنين، انا اعتقد نعرفهم لين زملائنا زملائنا انا اعتقد وهذا مشكله راح تسبب نعم. وايضا واحده من الرسائل للاخ غسان يقول الملاعب سلم عليكم، انشاء ملاعب فرعيه للتدريب تساهم في ديمومه الملعب الرئيسي، والتدخلات الحزبيه تؤثر سلبا في الكره العراقيه، ويجب الفصل بين اللاعبي الاولمبي والوطني لضمان النجاح. انا اقول انه في وقت سابق حكيت وانطرحت من العام من اول العام قالوا فصل المنتخب من الوطني بالضبط، ما تقول لي من صاحب القرار شو، وعند استلام المهمه للكابتن راضي قال انه ساصنع منتخب للمستقبل، يعني ساعتمد على لاعبي الدوري. انا اقول انه لاعبي دوري مثل ما تحدثتوا موجودين، لاعبين مغتربين حقيقه على مستوى عالي، وكثير من الناس يعني يحبون يخدمون يقدمون لاعبين على مستوى عالي، مو اي لاعب لا طبعا هذا ايضا يخدم، هذا ايضا يخدم طبعاً. هذا ايضا يخدم طبعا. الان المرحله حرجه، لو كنت مدربا لواحد من المنتخبات، يعني لنفرض انه حضرتك مدرب وطني وكابتن كريم مدرب اولمبي، اسالك لو كنت مدربا للمنتخب الوطني الخطوات اللي ستتخذها وفق هذا الظرف الحالي. اول شيء احنا قالها الاستاذ كريم الافضليه للفريق الوطني الاول، واحنا باقي المنتخبات اجتماع الحقيقه هذا رايي. اثنين انت سالتني عن نفسي، انا اعتقد اني اضحي بنفسي دائما انكر ذاتي في سبيل نجاح الكره العراقيه، يعني لو انا بمكانهم اتنازل في سبيل ان تمشي الامور. اما هذا التشكيل كيف التنازل يعني؟ يعني انا الان مثلا افرض انا الان على الوطني، انا قلت لك على الوطني انت لا على الوطني، انا على الوطني المفروض بحقيقه يعني اخذ افضل اللاعبين الموجودين، المنتخب بطل يقمه راح الكاس العالم انا نعم. فاخذ افضل الموجودين، المرونه تجي من المدرب الاوروبي، يعني مثلا اكو اولمبي شباب تجي من الشباب المرونه نعم. فدائما تجي من الفريق الاقل، فالمفروض الاولمبي شوي يصيرون اكثر مرونة. خلينا نشوف وجهه نظر مدرب الاولمبي اللي حسب يعني قناعتي انا قلت مدرب اولمبي، وجهه نظرك بالموضوع. احنا ما نختلف ما نختلف احنا هاي وجهات نظر احنا ما نختلف يعني كمدربين أكيد. وكمجتمع وكثقافه نعيشها، احنا كل واحد يريد يحوش النار القرصه مثل بالمثل الشعبي يعني طبعا. احنا بصراحه المصلحه اي واحد هسه لو راضي باقي على الاولمبي هم يدور مصلحته، ولو غني على الوطني هم يدور مصلحته، هاي مساله يعني مفروغ منها دكتور. لذلك احنا ليش نقول لك تضحيه وايثار، انا في رايي لو تقول لي اني يعني اعتمد على وجوه الشاب منتخب لو اولمبي اولمبي تقول لي اولمبي إيه طيب يعني. الاولمبي هسه الاولمبي هو بي منتخب وطني طيب اني هم انا وجهه نظر اني لو كنت مدرب للاولمبي الان أنا أقول لك يا كابتن هادي أنت مدرب وطني خليني ألعب أنا بهذول اللاعبين بهؤلاء اللاعبين، وعندك شهر ممكن إنه يخدموك وهذول منسجمين ممكن طبعا ممكن من يصير تفاهم ممكن ماكو شيء صعب، يعني أنت الآن تكلمت معي قنعتني خلاص يعني أنا ألعب بالفريق وأنت تخلص أخلص من يومه أنا راح أسلمك اللاعبين ممكن، بس قلت لك السبب نبحث عليه من أوصلنا إلى هالمرحلة اللي اوصلنا اكو مشكله حقيقه، المشكله انه
في وقت سابق خلال الجلسة المشتركة بين المدربين واتحاد الكرة اتفقوا على استدعاء 25 اسم والبقية يروحون إلى الوطني. الآن تصريح كابتن عبد الغني شهد مدرب الأولمبي قال هذا لا غير صحيح، سأستدعي 35 لاعبا، كل لاعب كل مركز بي 3 لاعبين و5 حراء. هذه هذه هذا اللي المشكلة الآن اللي على الشراكة. تفضل الشراكة. أين قرارات الاتحاد؟ أين أنا هذا سؤالي الثاني. أنا نريد الآن دور الاتحاد كرة القدم. الاتحاد أين دور الاتحاد في عملية فض الشراكة؟ يعني المفروض الاتحاد قوي ياخذ، والمدربين المنضمين للاتحاد المفروض ياخذ قرار، هو يكون الكلمة العليا له. نعم. استاذ كريم المدربين الآن أنا راح يعني تجرد أذكرك إياه، المدربين اثنيناتهم أعلن الاتحاد. أحكيلك هذا. المدربين اعلنوا اثنيناتهم اثنيناتهم اعلنوا الاتحاد. كيف يعني؟ انا اقول لك انا يعني هاي المعادله انا ما اعرف الحقيقه شو. انا اقول لك شوف احكي لك مثال، يعني مثلا انا حقيقه صارت قدامي يعني انا سمعتها راضي ما مرغوب بالمنتخب، لانه راضي تدري يعني طبيعته هي احنا نقول اللاعبين ام لا على مستوى الاتحاد ما مرغوب راضي ما مرغوب من قبل الاتحاد. اذا الضغط الجماهيري هو اللي لا حقيقه نعم. انا قدامي هذا الحديث يعني مو حد نخليه نعم يعني راضي وحده المباراه قال وقدم استقاله ثلاث اربع قال ايه خلصنا منه يعني تعطيك هذا مؤشر نعم. اثنين يعني بس انا راح يعني هنا ستوب ووتش مثل ما يقول. ليش خلصوا منه يعني؟ انا هسه ليش اخلص منه مثلا؟ لا سامح الله انا اقول لك كابتن هادي اي والله انت تعرف الراضي شخصيا طبعا طبيعته انا ما اقول يصنعها، هو صارب الى درجه يعني عاليه جدا يعني نعم. الى درجه نقول مرات احنا اكثر من اللازم نعم. بهذا التعامل ما انطى فرصه لاعضاء الاتحاد حتى ما سمح لهم يتكلمون معاه، لهذا هم ما يرتاحون يجيبون نعم. حقيقه يعني غني ايضا من نفس الباب يدخل، لهذا انا اعتقد الان وانا اتحمل المسؤوليه المدربين على الاتحاد على الاتحاد ما اعرف. عموما خلونا اذا راح ندخل بنفق مظلم يعني اي مع الاسف اذا ظل الامر على هذه الشاكله، خصوصا انه اللجنه الاولمبيه داخله بقوه هذه المره مع يعني مدرب المنتخب الاولمبي وداعمته بكل السبل، لانه حسب الميثاق الاولمبي فريق كره القدم تحديدا يجب ان يتبع الى الاولمبيه في الاولمبيا في الاولمبيا وهذا من حقها من حقها. يعني الدقائق الاخيره خلينا نستغلها على أزمة نادي الشرطة. أنا أسأل الكابتن أبو إيهاب باعتباره جزء من الهيئة الهيئة العامة، هل ستحل أزمة نادي الشرطة؟ وهذا السؤال أيضا سأل الأخ غسان. مصيبة نادينا مصيبة. إحنا يعني نادي بصراحة أنا حاجيها أكثر من رغم تحفظ على، لأن استاذ أي تصريح أحكي أنحسب على جهة. نادينا صعب، نادي كبير، نادي بكل شيء بي يعني لا. يعني اللي يكره واللي يحب النادي واللي يكره نفس النادي اكو يكره النادي ويحب النادي. النادي لذلك يعني وصفاء قليل، صفاء يعني صفاء النيات قليله، لذلك يعني احكي لك اياها باختصار لا. يعني موجه الشر اكثر موجه الخير بنادي الشرطه لا. لذلك نادي راح نعاني على مدى طويل. يعني ما راح تحل بانتخاب؟ لا تبقى. رايك كابتن هادي احكي لك انا كمستوى كره القدم نعم يعني نعم فريق نعم يعني هي لأنه المشكلة كرة هي الواجهة نكون واقعيين يعني رغم إنجازات حقيقي يعني النادي على رياضات أخرى. دكتور إذا أخدمك يعني وأخدم كل جمهور الشرطاوي، لو تنظر هسه الآن للوجوه أو الأسماء اللي مرشحة لل نعم مو مؤهلة تكون واقعي مو مؤهلة بقيادة نادي الشرطة هذا الاسم الكبير إلى رجوع على مسار التدريج. المشكلة لكن المشكلة إحنا ننظر إلى أي مؤسسة أي نادي اي مفصل لفريق القدم هو بس لا ننظر يعني الى الرئيس طبعا الرئيس طبعا اما الاخرين بالضبط رمز زين بالضبط اكيد طبعا ازمه نادي الشرطه وجهه نظرك. والله دكتور هو استاذ كريم اقرب بس انا اتكلم اول نادي بحياتي اشوفه يعني ينجح ويعني حقيقه يحتك بالناجحين يعني في وقتها كان رئيس النادي يعني حقق خير الشرطه بعد انتكاسات عديده، الشرطه ابتعد عن الدوري لفترات طويله، هذا الرجل اجى حقق خير الشرطه حقيقه احتكاك به وابعاده وهذه المشاكل انا اعتقد ومتوقع راح تؤدي بالشرطه الى ما وصل الى كان متوقع هذا الامر. اذا تتفق مع كابتن كريم انه نعم. لن تحل ازمه الشرطه بانتخابات اداره جديده؟ صعبه جدا صعبه جدا صعبه جدا.
عموما تحيات لكم من كابتن رمضان الزبيدي ايضا اشار الى نقطه اني احيي ورديت عليه الان. عموما انا كنت اتمنى انه الوقت يطول حقيقه الكلام اخذنا وكنا نتمنى ايضا نشير الى بعض النقاط الاخرى لكنه الوقت أزف إلى النهاية. شاكر حضوركم، شاكر الآراء اللي أدليتوا بها، كنتما ضيفان عزيزان على منبر المدى ستاديوم. شكرا جزيلا كابتن كريم. نشكرك جدا ونشكر قناة المدى على الاستضافة الجميلة ونتمنى أن أوصلنا في الفكرة جميلة للمشاهد الكريم إن شاء الله. شكرا جزيلا كابتن. نعمل نكون يعني خفيف الظل إن شاء الله. إن شاء الله أكيد كنت ضيفا خفيف الظل. عموما المشاهدين الكرام الشكر موصول لكم الكل من تابعنا الكل من شاهدنا. في الختام تحياتي وتحيات فريق عمل البرنامج، ملتقانا وإياكم إن شاء الله يوم الأحد المقبل، حتى ذلك الحين نلقاكم على خير. شكرا كابتن.